هادو راه نبداو يفهموا القران، عرفتي المصير ديالهم شنو هو؟ هو الحبس بين العمى ما كتعرفوهم. واخا ناخذ مثال بسيط، الشيخ او الاستاذ ابو النعيم، كتعرفوا ابو النعيم شنو داروا ليه؟ علاش؟ لان هذا كيفهم القران، او لا بدا يفهم ماشي تفهم، بدا كيفهم القران ما قرا الله وبدا كيدعي لذاك الشيء وكينبه ان هذا الشيء راه لا يجوز، ان راه ادريس الشقر قالوا قال خاص نعاودوا النظر في ايات الارث. فشنو كان المصير ديالو؟ الحبس. ومن بعد الحبس واحد الفتره واجيزه ياك وخرج من الحبس ومشى للدار ومات. السلام عليكم الاصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد في لقاء مع قناه الاوديو زي تي في. الذي ترونه ورائي هو مسجد آيا صوفيا الذي تم افتتاحه في عهد السلطان محمد الفاتح رحمه الله. اليوم الموضوع ديالنا هو هاد التصاور اللي كتشوفوهم ديال ان المخزن يبجل ويقدس حافظه القران الكريم. قبل ما ندخلوا في الموضوع، هاد الشرطة اللي كتشوفوهم يحفون بحافظة القرآن الكريم، والشرطي النبيل اللي كيحزم الخيوط السبردينة ديال حافظة القرآن، هؤلاء أبناء الشعب، هؤلاء ضباط صغار أو من الشرطة أو حراس أمن، أو هؤلاء لا علاقة لهم بما يمارسه كبار المجرمين. هادو راه كيأديو الصورة على حقيقته، لأنهم بحالنا بحالهم، ما كاين حتى شي فرق. فما كنهضرش انا على اللي كيحزم الخيوط او اللي عنده الموتور وغادي وكيدير الموكب الحافظة القران او حفاظ القران. هؤلاء الشرطه منا ونحن منهم ولا حرج، ولكن اكابر المجرمين اللي كيبدا من الحموشي وهابط بالقريد الى واحد المرتبه معينه، واش هادو كيحبوا اهل القران؟ لا ابدا. هؤلاء علمانيين ليبراليين لائكيين، ولا بغيتو تاكدوا وزير العدل عنده علاقه بالامن والحكم والاحكام وداك الشيء، لان الامن هو اللي كيعتقل والنيابه العامه كتكتب الرابور التقليد التقرير، والقضاة اللي تابعين لوزير الدل هما اللي كيحكموا. اذا هذو راه شبكه مع بعضياتهم. فوزير الدل اشنو قال لكم؟ انه يحمي الزاني الا جاب صاحبته للدار يحميه، والمراه مجوجه الا جابت صاحبها للدار كيحميها. اذا واش هؤلاء كيبغوا القران؟ ولكن علاش هذا الموكب؟ الموكب القران وحافظات وحافظ القران، علاش كيديروا لهم هادشي؟ هذا هو لدر الرمادي في العيون. تفهمون ما معنى در الرمادي في العيون؟ يعني الضحك على الدقون، والضحك على الدقون هو الضحك على ذوك الناس اللي بالقرون اكلت الخرطان والشعير، بان راه الدوله تهتم بحفاظ والقران الكريم. ولكن لا لحظه، هادو راه بداوا يفهموا القران، عرفتي المصير ديالهم شنو؟ الا بداوا يفهموا القران ويقولوا ان راه خصو يطبق او راه خصو كذا وكذا، فالمصير ديالهم شنو هو؟ هو الحبس بين العمى. ما كتعرفوش شحال ديال العلماء وشحال ديال الفقهاء وشحال ديال المحدثين وشحال ديال الدعاة في الحبس او ممنوعين من الكلام، ما كتعرفوهمش؟ كتعرفوهم. واخا ناخذ مثال بسيط، الشيخ او الاستاذ ابو النعيم، كتعرفوا ابو النعيم شنو داروا ليه؟ علاش؟ لان هذا كيفهم القران، او لا بدا يفهم ماشي تفهم، بدا كيفهم القران ما قال الله وبدا كيدعي لذاك الشيء وكينبه ان هذا الشيء راه لا يجوز، ان راه ادريس الشقر راه قالوا قال خاص نعاودوا النظر في ايات الارث. فابو النعيم هضر على الشقر والمقولات ديالو في اعاده النظر في الارث، فشنو كان المصير ديالو؟ الحبس. ومن بعد الحبس واحد الفتره واجيزه ياك وخرج من الحبس ومشى للدار ومات، معناه داروا ليه شي حاجه، معناه دقوا ليه شي بره، وفي الاخر قال لك مات بكورونا. كيفاش مات بكورونا؟ هما ولادو كيقول لك بوانا ما كانش مريض بالكورونا، من اللي خرج من السجن تاتيه الكوابيس ويقوم مفزوعا في منتصف الليل شلا روينا، حتى وافته الالمانيه ومشى لعند الله سبحانه وتعالى ولم يغير ولم يبدل وما بدلش الدين ديالو. اللي بغيت نقول لكم، هاد الفتيات الله يحفظهم ويكثر من امثالهم، لان هادو هما مستقبل المغرب. هاد الفتيات وهاد النساء هن المغربيات الحقيقيات، الله يحفظهم وينجيهم من الخبال والمخططات ديال بني جرمون وبني هاسيون وما الى ذلك. نتمنوا لهم النجاح ونطلبوا من الله يفهمهم، وحتى هما يقراوا ويفهموا القران ديالهم. وراه لا بداوا يفهموه او فهموه وبداوا يطبقوا في حياتهم الشخصيه، وملي كتبدا تطبق الاسلام في حياتك الشخصيه راه كيقول لك بلغوا عني ولو ايه، والقران كيقول لك نلبس لوزن، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني.
يعني النبي راه كيدعي الى الله على بصيره، وكذلك اللي تبعوه، اللي تبعوه شكون هما؟ الصحابه والتابعين وتابعيهم الى يوم الدين، ونحن فوتوكوبيات او نسخ منهم. راه الا فهمتي خصك تبلغ ولو تنشر ايه على الفيسبوك ديال القران. انت اسيدي امي جاهل مجهل تعاني من الجهالوت، شدها ايه ودير لها نسخ وحطها في الفيسبوك، كتسمى راك بلغتي. اما الا فهمتي راه خصك تهضر. فهاد الفتيات اللي كتشوفهم راه الا فهموا القران وبداو يعملوا به ويدعيوا الاقارب ديالهم والاهل ديالهم الى القران، فمصيرهم السجن، يكونوا هانين من هذه. عندك تقول لي الداعيه الفلانيه والعالمه الفلانيه، هاي كتبان في التلفازه وهاي كتبان في اذاعه السابعه ولا الثامنه، كيهضروا على الدين. الدين ما كيهضروش على الاولويات او اشنو خاصو يكون، لان الدين ما كيبداش من التكاليف وما كيبداش من الاوامر والنواهي، وانما كيبدا من العقيده، اثبات وجود الله وحجيه الرساله وحجيه القران ان من عند الله، وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسول من عند الله، والدليل العلمي والمعجزات اللي هضر عليها النبي والمعجزات اللي هضر على القران، حتى يتثبت الايمان والاركان ديالو في القلوب، عاد كنبداو بهذه حلال وهذه حرام. هاد الدريات هاد دابا الا خرجوا قالوا علاش الخمارات مفتوحين، وكيفاش حنا مسلمين والخمارات مفتوحين، وكيفاش الليوطي يفتحهم وخرج الليوطي ولادو وبقاو الخمار. مجرد طرح هذه التساؤلات فمرحبا بكم، والعواكش ترحب بكم، والسجون ترحب بكم، وما كاين لا مطر ولا مواكب ولا هم يحزنون. ارجو ان تكون الصوره واضحه، واللي عنده شي تعليق يخليه، والى اللقاء في حلقه قادمه.